الحاجه اللي السكري وهو انه مرض صعبات، مرض صعبات ما كيبانوش فيه الاعراض في الاول، كيبانو فيه الاعراض ملي كيظهروا المضاعفات. شنو تقدر تقول لنا على هذه الجمعيه هذه اللي كدير هذه البادره هذه ديال الناس اللي مرض؟ بادره زوينه مزيانه بزاف، خاطر كاين الناس اللي ما يعرفوش شنو المشاكل اللي عندهم، سا بو لي سونسيبيليزي باش يكونوا. انا جي 60 طون اي جو سوي اون بون سونتي والحمد لله، مي حبيت نعمل كونترول. تبارك الله عليك. واش انت كتشي كتحس بشي مرض ولا غير بغيتي تكونترولي راسك؟ لا جوست حبيت خاطر جم كونترول انا بطبيعتي، وحبيت دابا رمضان قلت نشوف اسكو لو نيفو دو غليسيمي ستابل، والحمد لله لاباس. شنو تقدر تقول للناس اللي ما كي كونتروليوش راسهم كيبقاو عايشين هكاك، وانت عارف بلي هاد الامراض تكاثرات في هذا الوقت ديالنا وهادي، شنو الرساله اللي تقدر تقول للناس اللي ما كيعالجوش راسهم ما كيديروش الكونترول بارفو؟ احسن رساله انه المعدة بيت الدهن، أول حاجة نستحفظوا على روحنا من الأكل. لي سكروري دابا في رمضان يفو فير أتونسيون، سيدي رمضان متفاهمين للتجمع العائلي كذا، في فير أتونسيون إي فير دي كونترول باش الإنسان يكون المحافظة قبل يحافظ على نفسه قبل ما يكون عنده مشاكل كبار. مزيانة مزيانة مزيانة. واش كنتي كتحس بشي مرض وجي شي ولا غير بغيتي؟ لا وين نخسر نفسي وصافي. بغينا نجربو. لا مزيان احمد، مزيان. شوف بالإحصائيات ديال داء السكري، شنو هو اللي كيخلينا اليوم نديروا مثل هذه القوافل الطبية وننظموها ونجتهدوا كاملين ونكونوا بالمرصاد لهذا المرض الفتاك؟ والإحصائيات العالمية ديال داء السكري كما كتشوفوا كتقول بأن من هنا ل 2040 غادي يكون عندنا 642 مليون مصاب بداء السكري في العالم. من طبيعة الحال المغرب ماشي بعيد على هذا العالم اللي كنعيشوا اليوم، ولهذا كاين واحد المثل المغربي كيقول مسكت إلى هضر وإياك مسكت إلى هضر، يعني داء السكري ساكت